نرجع بقى لمباراة الأهلي والمقاولين امبارح، وكانت أولى تجارب طبعا مستر بيتسو موسيماني، وأولى مبارياته مع الفريق الأول لكرة القدم في ولاية وعهد جديد بالنسبة للفريق، ومش أي وقت في الحقيقة اللي الفريق بيجهز من خلاله للتحدي المقبل، وهو تحدي بطولة دوري أبطال أفريقيا ودور نصف النهائي تحديدا بمواجهتي الوداد. الأولى هتبقى في المغرب والتانية بإذن الله هتكون هنا في مصر. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. لكن في ملامح مهمة جدا من مباراة الأمس والبداية بالنسبة لمستر بيتسو موسيماني، بداية مبشرة طبعا. لو حكمنا على المدير الفني سريعا، سواء ان هو مدير فني كويس او مدير فني مش كويس، ده هيبقى احنا كده بنهزر يعني. لا طبعا، الراجل لسه محتاج وقت، ان شاء الله مش هيكون وقت كبير، لان هو عنده درايه كبيره جدا بكل التفاصيل اللي بتخص النادي الاهلي، والراجل اكيد خلال المرحله الحاليه بيذاكر كتير الفرقه وبيشوف النقاط المهمه اللي عنده، سواء نقاط القوه او الضعف، وازاي يقدر يقوي هذه النقاط قبل ال 12 يوم اللي جايين باذن الله، يكون من خلالهم بيستعد بالشكل المناسب قبل مباراه الوداد المقبله اللي هتكون هناك في المغرب. فالملامح مبشره جدا، الاداء كان جيد، في اسلوب لعب ابتدى يحاول ينفذه مستر بيتسو موسيماني هيبان اكتر مع الوقت، لكن الفريق بصراحه كان بيبتدي الكوره من تحت بشكل مميز جدا، وده اسلوب كنا بنشوفه بالنسبه لفريق سان داونز تحت القياده الفنيه للمدير الفني الجنوب افريقي موسيماني. فمستبشرين خير، متفائلين جدا جدا بالمرحله اللي جايه بالمدير الفني الحالي، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله يكون الاهلي في الطريق الصحيح سعيا نحو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله، وده الهدف طبعا الاهم والاساسي. الخسائر من مباراه الامس هي اصابه محمد الشناوي، وقلق كبير جدا كان عند جمهور النادي الاهلي عقب خروجه في الشوط الاول، والاصابه زي ما حضراتكم عرفتوا خلاص هي عباره عن شد في العضله الضمه، الشد خفيف باذن الله، باذن الله هيلحق مباراه الوداد. علي لطفي كمان لما نزل ادى مباراه جيده، كان فيه هفوه، لكن الهفوه دي كانت نتيجه ان هو بعيد قوي عن المباريات، ما بيشاركش بقاله فتره كبيره ولسه راجع من اصابه فيروس كورونا، لكن في ثبات وفي شخصيه كويسه عند علي لطفي في الحقيقه. فمطمنين جدا على مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي، بالاضافه كمان لمصطفى شوبير، وبتكلم على الثلاثه دول تحديدا لانهم مقيدين افريقيا طبيعي، لكن في طبعا كمان في قطاع الناشئين في احمد طارق سليمان، في حمزه علاء، في عدد من الحراس المميزين في المكان ده. في كل الاحوال في كل الاحوال اداء كان جيد، تحديدا الشوط الاول عمرو السولية بيواصل تالقه، حمدي فتحي ماشي بشكل ممتاز، من ابرز كمان اللاعبين امبارح قفشه عمل مباراه كبيره قوي. عايز اتكلم كمان على تصريحات مستر بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي، والراجل دغري يعني جاي سكه كده مع الناس كلها، بيقول السلبيات ايه من المباراه، الامور اللي هي ناقصاه، تعليقه كمان على اللاعبين مش غامض خالص في تصريحاته، عارف النقاط اللي محتاجه تتعالج في النادي الاهلي، وركز كمان تحديدا على خط الدفاع، فقال احنا هنشتغل على كل هذه النقاط خلال الفتره اللي جايه. فاذا هو واحد عنده درايه كامله، او بنسبه ما، مش عايز اقول كامله، الكامله دي هتيجي مع الوقت باذن الله، بفريق النادي الاهلي. عاجبني قوي تصريحاته، وان هو صريح مع الجمهور في كل النقاط والملفات اللي بتشغل بال جمهور النادي الاهلي. بمناسبه خط دفاع النادي الاهلي، وانا عايز بصراحه اشيد بايمن اشرف. ايمن اشرف التجارب والمباريات ويعني تتابع المديرين الفنيين، كل هذه الامور اثبتت مدى قيمه هذا اللاعب. لعيب مهم جدا جدا، قدم امبارح مباراه جيده، مش بس امبارح، فتره كبيره بيأديها بشكل مميز. ايمن اشرف بتلاقيه في كمساك، بتلاقيه طبعا كظهير ايسر، لعيب مميز جدا، اصابته خفيفه الحمد لله، كان عنده التواء في الانكل، لكن اعتقد هيكون جاهز للمباريات اللي جايه. وبالمناسبه ممكن ما يلعبش سواء ايمن او بعض اللاعبين كمان الاساسيين، عشان ده كان باين كمان من تصريحات مستر موسيماني امبارح، عشان يتم اراحتهم للتحدي الافريقي طبعا ومباراتي الوداد. فدي كلها امور فنيه طبعا متروكه للمدير الفني، هو ادرى بكل هذه الامور، فان شاء الله باذن الله نتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله هيكونوا عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. دي كانت ابرز النقاط سريعا بخصوص مباراه الامس. مكاسب جيده انك تكسب المقاولين، فرقه كانت قويه كبدايه مشوار لمستر موسيماني، وايضا فوز معنوي، واي فوز انت هتكسبه الفتره الحاليه هيبقى معنويا بالنسبه لك مميز قوي، عشان قبل الاهم باذن الله تعالى.